السلام عليكم ورحمة الله. برحب فيكم مرة أخرى في مادة الإناتومي أند هيستولوجي براكتيكال. اليوم راح نتحدث عن نيو لاب. هذا اللاب بتحدث عن الأناتومي أوف ذا هارت، راح نتحدث عن الهارت الستركشر أوف ذا هارت، وبتمنى من الجميع أنه يحفظ كل أجزاء الهارت لأنه هاي معلومة مهمة بتفيدكم في تخصصكم. راح نتقيد بالصور اللي موجودة في اللاب في هذا المرجع اللي هو Anatomy and Histology Lab. نبدأ في أول سلايد اللي هو متعلق في الهارت اللي هو هذا السلايد. طبعا هنا زي ما بتلاحظوا هذا السلايد مش واضح معي كثير، لكن لما بترجعوا للبي دي اف ان شاء الله راح تحاولوا انه تطبعوا البي دي اف، ومن خلال البي دي اف تقرأوا هاي البيانات والليبلز الموجودة لكل ستراكشر انسايد ذا هارت، بتكون الاوضح من خلال السلايد من يعني افضل من خلال هاي طباعة البي دي اف من الباوربوينت. طيب نبدأ في أول structure. هذا بعطينا structure الداخلي لل layer of the pericardium and the heart wall. هذا بتحدث عن ال layer of pericardium and the heart wall. الآن بنعرف شغلة إنه ال heart بتكون من ثلاث طبقات، هاي الطبقات منها الخارجي والمتوسطة اللي هي ال outside وال inner وال middle side. الميدل سايد بسموها اندوكارديوم، والمتوسطة بسموها مايوكارديوم، والخارجية بسموها ايبيكارديوم. الآن هنا بحكي لك القلب، هذا الجزء من الهارت المحاط في الهارت اسمه فايبرس بيريكارديوم، وبيريكارديوم عبارة عن لاتين ويرز بتعود للقلب فبنسميها فايبرس. وين موجود هذا الفايبرس؟ في الهارت، فبنسميه بيريكارديوم. الآن بدك تعرف شغلة إنه الطبقة الخارجية والداخلية في الهارت اللي هي البريكارديوم، هاي البريكارديوم في عند الأوتر بسموها بارايتال بريكارديوم، والداخلية بسموها فيسيرال إبيكارديوم، وهاي طبعا موجودة في الطبقة الأولى من الهارت اللي هي الطبقة الخارجية. بيناتهم موجود عندنا فلويد، هذا بتشوفوه باللون الأزرق، هذا الفلويد اسمه سيروس بيريكارديوم، بنقدر نسميه فلويد بيريكارديوم، لكن كونه بتعلق في الهارت لازم نميزه بمسمى. هو زي البلازما، زي الانترستيشيال فلويد، زي السيتوبلازم، لكن هنا كونه موجود هذا الفلويد واللي هو لابريكانت بيساعد على تقليل الفراكشنيشن احتكاك الهارت وعدم تلف جدرانه، هذا بسموه سيروس بيريكارديوم، موجود في طبقة الإبيكارديوم. حكينا الإبيكارديوم عبارة عن طبقتين، برايتال وفيسرال، بعدها بيجي عند الميوكارديوم والإندوكارديوم، وهاي الطبقة كاملة الهارت بسموها هارت وول. ننطلق على السلايد اللي بعد. هذا السلايد مهم جدا، بتحدث عن الاناتومي اوف ذا هارت. هذا الانتيرير ريفيو للسيركل للهارت او بسموه اكسترنال هارت. نبدا باول جهه على اليسار، طبق هذا الفين، ومعروف الكل عارفينه انه اللارج فين عندنا بسموه فينا كافا، لكن هذا جاي من الهيد بنسميه سوبيريور فينا كافا. اللي بعده هاي اللي هي هذا الفين اللي قطره خارج من القلب، هذا الفين بسموه رايت بولمونري ارتري، هذا لونه ازرق، لكن مش دائما انه اللون الازرق يعني بما معنى انه الدم اللي فيه دي اوكسجينيتد، والاحمر اللي هون الموجود فيه اللون الاحمر انه اوكسجينيتد، لكن لاحظوا هذا يسموه ارتري، سموه ارتري ليش؟ لانه خارج من الهارت من الليفت فينتريكل ورايح على اللنج، وحكينا اي شيء بخرج من الهارت بنسميه ارتري، لكن هذا دي اوكسجينيتد فبنسميه رايت بلمونري ارتري. اللي بعديه بنسميه اسندنج ايورتا، هذا كله اسمه ايورتك ترانك، هذا الاسندنج. السايد اللي بعد مكتوب هذا البيز القاعده،
هاي قاعدة الفين. بعديها الرايت بولمينري فين، هذا الرايت بولمينري فين. ايش يعني رايت بولمينري فين؟ مين يحكي لي ايش يعني رايت بولمينري فين؟ الفين اللي هو اللي بكون قادم من الاورجن باتجاه القلب. كونه اسمه بولمينري معناته جاي من اللنجز وذاهب الى الهارت، نسميه رايت بولمينري فين، اللي هو يكون في المنطقه الخلفيه هو والرايت بولمينري ارتري. anyway اللي بعديها هاي الطبقه بسموها ايوريك اوريكل اوف رايت ايتروم، هاي عباره عن طبقه دهنيه بتغطي الرايت ايتروم بسموها اوريكل. اللي بعديها هنا بنلاحظ في عندي فين وارتري محاطه في الهارت، وهي مهمه جدا، هي بنسميها كورونري فيزلز، اي انه مش فقط الاورجن محاطه في الارتري والفين، لكن ايضا الهارتس اولسو هاف ان فين اند ارتري، وكلاهما سبلاي the heart with the oxygen and take up the deoxygenated blood. هذا الأحمر هذا اللي هنا بنسميه coronary artery، اسمه artery لكن تابع للقلب بنسميه coronary artery. واللي بجنبه اللي هو الفين هذا بنقدر نسميه coronary vein. anyway المنطقة هاي المنطقة اللي هي فيها الرايت فنتريكل، وهذا الفينا كافا اللي طالع من الاورجن باتجاه القلب نسميه انفيرير فينا كافا. المنطقه الرايت سايد هذا بدل على الايورتيك ارتش، سميناه ارتش قوس ايورتيك ارتش. بعدين ليجمنتم ارتيريوزيوم، ليجمنتال ارتيريوزيوم هذا اسمه ليجمنتال ارتيريوزيوم، اللي هو موجود عباره عن ليجمنت موجود شابكه ما بين الهارت و الفين. اللي بعديها ليفت بولمونري ارتري، بولمونري ارتري اللي هو بولمونري ارتري. شو يعني ليفت بولمونري ارتري؟ الارتري اللي هو اللي خارج من الرايت فينتريكل ورايح على اللنج بنسميه بولمونري ارتري. اللي بعديها هذا السايد بنسميه بولمونري ترانك، هذا بولمونري ترانك. ترنك المقصود فيه هو بيكون الدياميتر فيه اكبر من الارتري او الفين، ترنك معناته حجمه اكبر من الارتري او الفين. اللي بعديها ليفت بولمونري فين، هذا ليفت بولمونري فين او الفين هنا اللي هو داي من اللنج وذهب الى الهارت. بعديها سيركومفليكس ارتري، وحكينا سيركومفليك ارتري هو هذا ارتري يحيط في الهارت بغذي الهارت بالاكسجين بسموه سيرموفليكس سيركيومفليكس اسف سيركيومفليكس ارتري. بعدين بيجي عندي الليفت فينتريكل في الجهات الليفت. بعديها بيجي عندي الانتيريور انترافنتريكولار ارتري، هذا الارتري متشعب عن السيركيومفليكس، هي السيركيومفليكس الاساسي منه بتيجي تفرعات ارتري، هذا التفرع اللي خارج من السيركيومفليكس بنسميه انتيريور interventricular artery، اي موجود في منطقة الفنتريكل. بعدها بيجي عند الابكس وهي قاعدة الهارت. هذا بالنسبة للانتيريور ريفيو. نيجي على البوستيريور ريفيو. البوستيريور ريفيو هنا بنلاحظ برة اخرى الايورتيك ارتش، بنلاحظ الليفت اللي هو الهارت، اذا عكسنا الهارت من الداخل من الجهه الخلفيه هذا بنسميه بوستيريور. ايورتيك ارتش، ليفت بولمونري ارت بيكون واضح معانا، ليفت بولمونري فين بيكون واضح، الليفت اتريوم هي واضح معانا، الكورينري ساينوسز شايفينه هذا الكورينري ساينوسز، الفين هذا اللي هو العريض اللي يحيط في القلب هذا بنسميه كورينري ساينوس. وبعدين بيجي عند الليفت فنتريكل، هذا من جهة الليفت. نجي على الرايت ascending aorta اللي هو ascending، شو يعني ascending؟ الصاعد الaorta الصاعد من الهارت. بعدين بيجي عندي superior vena cava، وحكينا شو يعني superior vena cava، هذا من الخلف. بعدين بيجي عندي الright pulmonary artery، بعدين الright pulmonary vein. لاحظوا هنا عندي two pulmonary vein وفي عندي two pulmonary artery، هذول انتبه لهم، البولمونري ارتري والفين هو عددهم two pulmonary artery وفين، هذول انتبه لهم بالنسبه للفين والارتري اللي خارجه
أو الداخلية إلى القلب عبارة عن two pulmonary vein و two pulmonary artery. المنطقة هاي بسموها right atrium، وهذا الانفيريور فينا كافا من الخلف، بعدين الرايت فينتريكل. ننزل للشابتر او للفيجر اللي تحت. الفيجر اللي تحت بتعطينا مقطع داخلي من الهارت، بنسميها internal anatomy of the heart frontal section. هنا مشغلت اغلبها مكرره، الاسندنج ايورتا، pulmonary valves، هذا هاي جديده، pulmonary valves اي الفالفز اللي بتكون ما بين الرايت اتريوم وطالعة على اللنجز، بنسميها pulmonary valves. وحكينا شو معنى valves، هي عبارة عن fibrous مهمتها التدفق الدم إلى الأمام وعدم رجوعه إلى الخلف، ومصدر للهارت ساوند. بعدها بيجي عندي the opening of the superior vena cava، هنا بدخل superior vena cava، هذا عند الرايت اتريوم. بعدها المنطقة هاي اسمها بيكتينيت مصل، بيكتينيت مصل هاي المصلز اللي موجودة على الرايت اتريوم نسموها بيكتينيت مصلز. بعدين بيجي عندي التراي كاسبد فالف، هذا الفالف ما بين الاتريوم والفنتريكل نسميه تراي كاسبد. بعد التراي كاسبد هذا الرايت فنتريكل. بعدين نشوف هنا في عندي هنا مصلز فينجر لايك مصلز شكلها زي الاصابع داخلية بتبطن الرايت اتريوم اسمها تريبيكولاك كارنية، ترابيكولا كارنية. ننتبه لهاي داخل الرايت اتريوم، في عندي الجدار الرايت اتريوم عبارة عن فينجر لايكس بسموها ترابيكولا كارنية. نيجي على الليفت، المنطقة الليفت عندي بولموناري ترانك ليفت اتريوم، بعدين بيجي عندي اوبننج ليفت بولموناري فين، بعدين بيجي عندي الايورتيك فالف، حكينا هو ما بين الليفت فنتريكل والايورتا. بعد الايورتيك فالف مايترال فالفز اللي هما بين الاتريوم والفنتريكل، وانا عندي مايترال وانا عندي ترايكسبد في الجهه الرايت. بعد المايترال بيجي عندي كورديتين دي اي، الفالفز بتعرف انها الفايبرس للفالفز شابكه مع اوتار بسموها كورديتين دي اي، هاي بتتحكم في مرونه الفالفز. والكورديتين دي اي ايضا مثبته على فينجرز بسموها بيبيلاري ماسلز، فعندي البيبيلاري مصل شابكة في الليفت فينتريكل، منها بخرج عندي الكورد اي تندي اي اوتار، وكل هاي تتحكم في الميترال فالفز. بعدها بيجي عندي الليفت فينتريكل والانتر فينتريكولار سيبتم، هذا السيبتم اللي هو الحاجز ما بين الليفت والرايت اتريوم حتى ما يختلط الدم الاكسجينيتد مع الديوكسجينيتد. نيجي ننتقل على الفيجر اللي بعديها، ذي هارت فالفز، هاي الفالفز الموجوده في الهارت، واحنا ذكرنا ذي هارت واز كونسيست اور كونتين فور فالفز، اثنين اترو فينتريكولار فالفز واثنين سيميلونار فالفز. نيجي على اول واحد اللي هنا، هذا شو اسمه؟ هذا في منطقة الليفت، هذا اسمه ميترال فالفز او بسموه بايكاسبد، له ثنائي الشوفات. اللي على جهة الرايت هذا ترايكاسبد، واحد اثنين ثلاثة بسموه مسمى اخر اللي هو شو حكينا اسمه، بسموه غير الترايكاسبد ذكرناها هنا، شو بسموه؟ بسموه ايش؟ مين يقول لي؟ ترايكاسبد في له اسم ثاني، حاولوا شوفوا لي، هذا اسمه مايترال، هذا شو اسمه؟ مين بتذكر؟ انا مش متذكر، تذكروا انسيت، هذا اسمه مايترال وهذا اسمه ترايكاسبد. اللي بعدي هذا الفالفز اللي هنا، هذا اسمه ايورتيك فالفز، والايورتيك فالفز موجود في الليفت فينتريكل. اما اللي تحتي اللي هو ما بين في الليفت جاي في الرايت سايد، هذا بسموه سيميلونار فالفز، اسمه بولموناري فالفز، بولموناري فالفز. وهي كلها عباره اللي شايفينها الحلقات هاي بسموها فايبرس رينج، عباره عن حلقات من الفايبر. هذا بالنسبه للفالفز المتعلقه في الهارت وتركيبها من ناحيه اناتوميكال ستراكشر. نحاول نحفظهم كلهم، نتمرن عليهم ونرسم ونعرف كل واحد شو مكانه وايش اسمه. بعد هيك بيجي عندي نتعرف على تيشو اوف ذا هارت. هاي تيشوز اوف ذا هارت، طلعوا هنا، نطلع تيشو لو اخذنا مقطع من الهارت، هذا اسمه
كارديك مسل فايبر، هذا اسمه استريشن. استريشن اي انه تخطيط في التيشوز اوف ذا هارت او مايوكارديال هارت، بتكون لها استريشن انها مخططه بشكل نظامي. هاي النيوكليوس، واهم شيء بيميز الهارت تتذكروا بانه بيحتوي على انتركاليتد ديسك. هاي الانتركاليتد ديسك وظيفتها انها تنقل المواد والكيميكالز والبايو الكتريكال سيجنالز ما بين السل والسل اللي بتتركب منها الهارت، اسمها انتركاليتد سيلز او ديسك. هاي الانتركاليتد ديسك فقط موجوده في الهارت، مش موجوده في الاذر تايب تيشوز اوف تيشوز او في مسل تيشوز. بعدين نيجي على اخر، نتحدث هنا عن البولموناري سيركيوليشن. في شغله عندنا حكينا شو يعني بولموناري سيركيوليشن اند سيستميك سيركيوليشن. البولموناري سيركيوليشن هي علاقه الهارت مع اللنج، والسيستميك علاقه الهارت مع الاورجانز. وهذا اكيد اخذتوه في النظري، بتمنى انكم فاهمينه في المادة النظري. اللي بعدي هذا مهمنا ايضا، اللي هو the coronary circulation distribution of the coronary arteries. الان بدك تعرف انه الهارت يحيط في arteries وفين. الارتريز اللي بتحيط في الهارت نسميها coronary artery. نبدا في اول واحد اللي هو جهة اللفت. عندي هذا شايفينه، هذا الارتري اسمه ليفت كورونري ارتري، هذا لانه جاي في منطقه الليفت. بعديها التفرع منه بسموه السيركيومفليكس ارتري، ذكرناه. بعديها نيجي على اللي هون، هذا اسمه رايت كورونري ارتري، بخرج منه تفرع بسموه مارجينال ارتري. وعندي الارتري اللي هون ذكرناه قبل هالمره انتيرير انترافنتريكولار ارتري. نيجي على منطقة الوسط، هنا كاتبين اريا سبلايبر سيركومفليكس ارتري. المنطقة هاي بتم فيها توزيع الاكسجين عبر السيركومفليكس ارتري. بعدين الاريا سبلايبر رايت كورينري ارتري، في هنا الرايت كورينري ارتري بغذي الهارت من هاي الجهة. والاخيرة من عند الابيكس اريا سبلايد بار انتيريور انتروفنتريكولار ارتري. فالارتريز اللي ذكرناهم هون كل واحد في منطقته بغذي الجزء اللي موجود فيه الهارت. نيجي على الليفت، في عندي السيركومفليكس ارتري، برضه الرايت كورونري، هذا السيركومفليكس ارتري رايت كورونري ارتري، وعند الانترافنتريكولار ارتري، هذول الثلاثه بغذوا الهارت من كل منطقه هو فيها موجود. هذا بالنسبه للكورونري سيركوليشن ارتري كورونري ارتري. نيجي على الفين، هاي الفين نبدا في الليفت. في عندي هنا هذا الفين اسمه سمول كارديك فين. بعدين اللي بعدي بسموه جريت كارديك فين، هذا سمول وهذا جريت كارديك فين. بعدها التفرع اللي خارج من الجريت اسمه انترافنتريكولار فين. نيجي عليهم على الجهة الليفت كمان مرة، هذا اسمه اللي هنا اسمه جريت فين، هذا كورونري ساينوس، هذا posterior vein of left ventricle والميدل cardiac vein. نشوف شو وظائفهم. هي هنا مكتوبين الوظائف لكل جزئية، هذا اسمه الجريت فين، هذا اسمه السمول فين. هذا الجريت فين شو وظيفته؟ كاتبين هنا وظيفته are drained by great cardiac vein، بتم فيها عملية درينج. هنا area drained by middle cardiac vein، هاي المنطقة بتم فيها تخلص من ال CO2 والأذر سبستانسز في هاي المنطقة اللي هي الفضلات وال CO2 عمليات الهضم في القلب. أيضا في عند الآخر واحد area drained by small cardiac vein، في هاي المنطقة بتم أخذ ال CO2 وانتقاله عبر الفين الى الهارت حتى يتم بعدين تزويده عبر الكورينري ارتري اللي ذكرناها. اليوم بتصور انه بسيط. نتذكر الفيجرز اللي شرحناها لو سمحتم، نكتبها. نتذكر الهارت من ناحيه انفيرير بوستيرير والانترنال سايد، نتذكر الفالفز واشكالها والستركشر الداخلي للهارت من الداخل، بالاضافه انه في الاخر نميز ما بين الكورونري ارتري والكورونري فين ونحفظ اطرافهم او انواعهم، وبهيك بكون يعني كافي. برجع مره ثانيه بذكر اطبعوا السلايد.
البي دي اف حتى تكون هاي الرسومات والاسماء واضحة اكثر من هيك. المطلوب منكم كالاتي، بدي هذا اللي هو الاكتيفيتي نمبر 1، تشرحوا اللي تكتبوا للاي بي سي دي اي اف جي، كل واحد كل جزئية شو اسمها نتمرن عليها. ايضا هذا ما في داعي له، هذا بيحكي لك الهارت للشيب، هذا للشيب، هذا قلب الخروف او الغنم، ما في داعي، هذا الحقيقي الشكل الحقيقي ما في داعي له، خلينا على الاكتيفيتي 1. بعدين هنا نعمل اكسرسايز للي اخذتوه في النظري اللي هو نمبر 3، الكل يحدد لي شو يعني اي بي سي دي، إعادة استذكار للي أخذته، الفرق ما بين ال pulmonary circulation والcirculatory circulation أو بسموها systemic circulation and pulmonary circulation، عندي A B C D E هذول جاوبوا لي اعملوا الاكسرسايز، وهذا هو المطلوب منكم. بتمنى إنه الأمور تكون واضحة. اعتمدوا على أنفسكم في قراءة الأناتومي، وحاولوا تكتبوا الأسماء أول بأول حتى يتكون عندكم معرفة كبيرة في الأناتومي إن شاء الله. يعطيكم العافية، ونلتقي فيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. السلام عليكم.